نتاج. إذا صحة نتاج اليوم اثنين كتحضر معنا فيها الدكتورة أمنية بن كيران أخصائية في أمراض الشرايين وكذلك لفايس أولى الدولي. سبق لنا وتكلمنا مع الدكتور أمنية على الدولي ديال الساقين عند السيدات وعند السادة كذلك، شفنا الأعراض ديالها وشفنا الفئات العمرية ربما كتصيبها، شفنا ربما بعض الأسباب كذلك اللي كتؤدي لتنامي هذا المرض هذا عند الناس. لكن اليوم بحضور الدكتور أمنية بن كيران بعدين كنقول لها صباح الخير. صباح الخير لله وشكرا على الدعوة. الله يبارك فيك. اليوم غنتكلموا غنكملوا الموضوع ديالنا اللي هو لي فاريس اولا الدواليد الساقين، ولكن نمشيو حتى الفئات اللي هما مهمين في المجتمع ديالنا اللي هما السيدات الحوامل كذلك. غنركزوا على الموضوع ديالهم وكيفاش كيتصابوا بالدوالي، لان على ضوء الحلقه اللي مرينا بها الاسبوع اللي فات بزاف ديال السيدات قالك تكلمي لنا حتى على النساء اللي كيكونوا حاملات وكيتصابوا بهذا المرض هذا وكيبقى الاثر ديال لي فاريس بعد الولاده، وهذا الشيء كيقلق وكيضر لان كنعرفوا ربما الشكل ديالها كيألم كتر من الألم ديالها. نشوفوا كذلك حتى الطرق ديال التشخيص، واش كاينين طرق جديدة أو الطرق اللي هي معتمدة سابقا. نشوفوا طرق ديال العلاج، وبطبيعة الحال مرحبا بالأسئلة ديال المستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا على الرقم 0522 36 10 36 أو 36 05 36، ومرحبتين على SMS على 55 66 6 دراهم TTC. ولكن لا دير دكتور أمنية بن كيران أننا نذكروا أول شيء شنو هما الدوالي الساقين او لي فاريس، كيفاش كيجيو الاعراض ديالها فذكر. لا الذكر تنفع المؤمنين. نعم طبيعه الحال كما ذكرنا في الحلقه السابقه ان لي فاريس هما داك التوسعات الدائمه واللي كتبان على شكل شبكه عنكبوتيه او على شكل احبال، وبعد نوبات كتكون ماشي ظاهره، واكثريه النساء كيكونوا كيشعروا بواحد الالم واحد انتفاخ وما كيعرفوش فوش انه شنو هو المشكل، وفي اغلبيه الاحيان كيحسبوا روماتيزم وكيبداو ياخذوا من راسهم علاج ديال الروماتيزم، الوغ هو يقدر يكون مشكل ديال لي فاريس. والاعراض كما ذكرنا هي كتقدر تكون على حسب الحاله وعلى حسب درجه الاصابه، اللي كتكون يقدر يكون الم خفيف، يقدر يكون انتفاخ، يقدر يكون بقع. ولكن من المؤسف ان أكثرية الحالات كيجيونا معطلة وكيجيونا في مراحل متقدمة، في مراحل متقدمة وفي مراحل المضاعفات، وهاد المضاعفات اللي هي ماشي سهلة، لأن هاد المضاعفات تتقدر تكون على شكل تخثر الدم أو ما يسمى الفليبيت، وهاد الفليبيت إلى مشات القلب أو الرئتين هي كتكون مشكل عويص وخطير، وبعد الأحيان كيكون مميت. والمضاعفات الأخرى كي لوسير دو جوم او قرحه الارجل، اللي هو تمزق الاوعيه في 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 الكحل او في لاشوفي، واللي كتعطي واحد الاحمرار وكتعطي تعفن وكتعطي ان اللحم كيتمزق وكيعطي تعفنات، والعلاج كيكون طويل وصعب جدا. داكشي باش علاش من الاحسن الواحد لي فاريس راهم كنأكد انه ماشي غير مسألة شميلية، هو مرض كسائر الامراض، عنده اعراض وعنده مضاعفات اللي في بعض الاحيان كتكون خطيرة، ونتمنوا ان ما نوصلوش لهذه المراحل، لان الحمد لله اليوم بفضل كاين مراكز خاصة في لي فاريس اللي كتعالج من الاول حتى الاخر هاد لي فاريس، نتائج كتكون جد حسنه. واليوم نذكر ان كاين هاد المراكز الحمد لله اللي هي واخا قليله مي الحمد لله موجوده. قبل ما يكونوا المراكز ربما كاين تخصص اللي هو جديد علينا وعلى المغاربه، تخصص ديال الدوالي والشرايين، لان بزاف الناس ربما كيغلطوا ملي كيبغيو يعالجوا لي فاريس كيمشيو ربما عند اخصائي ديال القلب او لا. يعني هنا ما هنا المساله فين كتبقى الاهميه، خصنا دائما نعرفوا الاتجاه الصحيح اللي خصنا نمشيو ليه باش دائما ما نضيعوش الوقت ونوصلوا النتائج اللي بغينا. في طبيعة الحال من المؤسف أن هذا التخصص هذا هو قليل بزاف في المغرب، وأنا كان لي الشرف أن نكون رائدة الأولى في هذا الميدان أكثر من 20 سنة، واللي كانت في الحقيقة كانت عندي صعوبات بزاف الأول باش ندير بلاصتي من بين الأطباء اللي كيديروا هاد التقليبة ديال لي فاريس، ولكن اليوم الحمد لله لقينا بفضل الإذاعات والتلفازة المغربية ان هناك واحد الوعي، والناس بدات كتلتاج لهذه المراكز وهذا التخصص، لان
كل شيء كنديرو من اجل هاد لي فاريس الا ما كانش واحد التخصص اللي كيعطينا اللي كيقدر هو يعطينا واحد النتيجه حسنه. نعم مجموعه من الامور شفناها معاك في الحلقه السابقه وغنشوفوا معاك مازال امور اخرى اللي كتخص ربما الاسباب اللي تكلمنا عليها. قلنا الناس اللي كيكون عندهم ربما الكواتر او الغدد امراض الغدد تكلمنا على الناس اللي كيدخنوا حتى هو عنده تاثير سلبي على ان فعلا تنمي هاد المرض ديال لي فاريس. تكلمنا كذلك على اسباب اللي ربما الناس كيشوفوها بسيطه شفنا واش كاين الوراثه لها داخل او لا. شفنا مجموعه من الاشياء اللي كيمشيو لها الناس اما تجميليه او لا مرضيه. نشوف مازال معك امور اخرى اللي كتخص التشخيص الصحيح بالاضافه للعلاج واش كاينين وقائيات او لا في لي فاريس. هادشي كله رفقه الدكتوره امنيه بن كيران اخصائيه في امراض الشرايين والدوالي. بقاو معنا ما تمشيو فينا. فتيحه صباح الخير. فاتحة فاتحة مقدمة هي كتقولنا موجودة ولكن انا ما كنظن هي كاينة ولا كايناش طبيعة الحالة تكون كاينة من خلال الاستماع لينا وعلى الدبدبات ديالنا او للجالية المغربية والعربية اللي كيسمعونا كذلك على www.shadfm.net وبايما. مازال حاضر معنا الدكتورة أمنية بن كيران أخصائية في أمراض الشرايين والدوالي ديال الساقين أو الدوالي بصفة عامة. احنا اليوم كنتكلموا على الدوالي ديال الساقين لأن هي اللي كتكون شوية بارزة واللي كيشوفوها الناس وكيشوفوها السيدات وتحنايا كناس عاديين ربما اللي الحمد لله اللي ما كيكونوش مصابين بهذا المرض هذا ملي تنشوفوها فعلا كيقلقنا كنبداو نقولوا واش هاد الناس كيحسوا بها ولا ما كيحسوش بها واش المنظر ديالهم كيضرهم في النفسيه ديالهم او لا لا واش غيمشيو لها تجميليا واش التكلفه ديالها شويه غاليه او لا واش كتاخذ الوقت في العلاج. هذه كلها اسئله احنا كنطرحوها بيننا وبين نفوسنا. لكن اليوم كيف قلت لك في البدايه وكذلك هدى بالنسبه اننا ما فيها بس اننا نطرقوا حتى الموضوع ديال الدوالي اللي كيصيب السيدات الحوامل. انا بغيت نعرف معاك هذا السؤال شخصي ربما واش فعلا الدوالي اللي كيصيبوا السيدات الحوامل واش كيصيبهم غير في الحمل اولا كتكون هي ديجا عندها الدوالي. اللي خصنا نعرفوا ان المراه الحامل هي اكثر عرضه باش يجيها لي فاريس واكثريه ديال النساء اكثر من 10% كيجيهم لي فاريس في فتره الحمل واكثريه في الحمل الثاني وفي الشهر الخامس. هذا هو لا بيريود اللي كنشوفوا فيها هاد لي فاريس. وكاين لي فاريس اللي هما خاصين بالمراه الحامل وكاين لي فاريس اللي كيكونوا على مستوى الارجل او الساقين. صراحه ان الا بغينا نهضروا على لي فاريس ديال المراه الحامل خصنا نخصوا لها حلقه كامله لان كاين ما يتكال بزاف فيها ولكن نعطيو بعض الاشارات والتوضيحات الخفيفه. هو ان كاين جوج ديال الاشكال ديال لي فاريس عند المراه الحامل. كاين بلفيان اللي كيكون على مستوى الحوض وكاين اللي كيكون على مستوى المهبل او فاجينال فيلفو فاجينال او بلفيان وهادو جوج تيكونوا اكثريه فتره الحمل. المشكل اللي كنتعرضوا له في هاد لي فاريس هاد الشكل ديال لي فاريس هو فتره الحمل وفي وقت الحمل في وقت الولاده وما بعد الولاده. فتره الحمل تيقدروا يشكلوا بعض الالام تيعطوا بعض المشاكل اللي في اكثريه الاحيان ما كتكونش خطيره ولكن في الوقت ديال الولاده اللي كتقدر تشكلنا مشكل ان تقدر تعطينا نزيف تقدر تعطينا تخثر الدم. داكشي علاش الناس اللي عندهم هذا المشكل خصهم يتكلموا عليه بطريقه عفويه مع الطبيب ديالهم يذكروا به يذكروا به يقولوا حنا على واحد الورم فاجينال مثلا راه عندنا مشكل اللي باش الطبيب ديالهم قبل ما يولدهم يعرف شنو هي الطريقه ديال الولاده واش عند عمليه قيصريه او بطريقه طبيعيه باش ناخذوا الاحتياطات لتفادي المشاكل. وحنا كدورنا كاطباء اخصائيين في هذا الميدان كندير لهم واحد التشخيص اللي هو سهل وغير مكلف وكننصحوهم شنو هو الوسائل وبعد نوبات الا كان المساله زادت عن الحد ديالها كيمكننا نديروا لهم واحد العمليه خفيفه كتسمى فليبيكتومي باش كنزولوا لهم هذوك لي فاريس. هذه العمليه في الفتره ديال الحمل ولا حتى البارد؟ حتى في الفتره ديال الحمل يمكننا نديروها الا كان هذاك لا فاريس كيشكل خطوره على المراه او على الجنين.
من بعد الولاده الى بقاو هاد لي فاريس اكثر من الحد ديالهم صديق اكثر من شهرين او حتى لثلاث شهور كنعطيو واحد الموله ديال الثلاث اشهر الى بقاو هاد لي فاريس ظاهرين ولا بقاو باينين ولا بقاو مثلا كيعطيو الم في فتره الحيض او في العلاقات الحميميه المراه ولا بدا ما خصها يكون عندها واحد الاستشاره لان في هذا الوقت خصهم العلاج هما في اغلبيه الاحيان 90% كيمشيو ولكن تيقدروا يظهروا لنا في حمل ثالث او رابع في هذا الوقت هذه المراه اللي جاها هذا الشكل ديال لي فاريس ملي تكون عوال انها تحمل مراه اخرى خصها ولا بدا تشخيص واستشاره طبيه قبل ما تحمل داكشي علاش والناس اللي بقاو فيهم هاد لي فاريس 3 شهور من بعد ما ولدوا خصهم ولا بدا تشخيص واستشاره طبيه باش كنقترحوا عليهم العلاج على حسب الحاله. نعم تكلمتي على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا تكلمتي على لي فاريس على مستوى المهبل بالنسبه للسيده الحامل وداك الاطار ديال الحشومه والعيب وما خصناش نقولوا ما خصناش نتكلموا في هذا الموضوع هادشي ما فيش العيب علاش لانك ملي كتمشي عند الطبيب ديالك وكتصارحوا وكتقولوا ان عندي هاد المشكل على مستوى هاد المكان او هاد المكان من الجسم ديالي باش الولاده ديالك تمر بسلاسه وباش هذا كجانب وقائي كيكون في البدايه طبيعه الحال ولا بدا ما المراه ما تبقاش تحشم وهادشي ما يبقاش من المسائل اللي محسوبه طابو كنوليو مضاعفات كنوليو مضاعفات وتيولي مشكل بعد نوبه كتدخل باش تولد عن طريقه طبيعيه وكيتفاجئ الطبيب ان عندها لي فاريس كثار ومهمين ويقدروا يعطيو نزيف كان معلوم قبل كان يمكن لهم يوجدوا على اساس انها غادي دير عمليه قيصريه وماشي ولاده طبيعيه وما غاديش يضيعوا الوقت كيف ذكرتي في الاول دكتور امنيه بن كيران فالدوالي ما كيبقاش غير مشكل يعني تجميلي بل هو ايضا اذا كان على مستوى المهبل او على مستوى الحوض فهو ربما كيرجع مشكل طبي مشكل مرضي اللي يقدر يصعب العمليه ديال الولاده على المراه الحامل اذا ما استشرتش الطبيب ديالها في الشهور الاولى من الحمل وبطبيعه الحال كيف ذكرتي ان من بعد الولاده الوقت المناسب باش السيده انها تعالج الدوالي ديالها هي بعد ثلاثه ديال الشهور بعد الولاده تماما الا بقاو اكثر من ثلاث اشهر من بعد الولاده ولا كيقدروا يمشيو بوحدهم لان بسبب التغيرات الهرمونيه وبسبب الثقل وبهذه الاسباب كلها كتشعل ان المراه الحامل كيجيوها في واحد الفتره معينه ولكن ملي المسائل كترجع طبيعيه استاذ ما تيكونش مشاكل هرمونيه ولا الثقل تيقدروا يرجعوا طبيعيين ولكن الا بقاو راهم تيبقاو مرض نعم مازال نتفصلوا في هذا الموضوع بشكل اكبر غناخذوا مكالمه المستمعين والمستمعات على ارقامنا 0522 36 10 36 او 36 0536 ملكه من وجده صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كي دايرين لاباس عليكم حبيبه ربي يحفظك مرحبا الحمد لله بغيت نستشر مع الدكتوره راه عندي حتى انا واحد لي فاريس ماشي دوك الغلاط دوك الرقاق وعندي في المولي عندي بزاف الجهه ديال اليسار وبحال بغاو ينتشروا لي شويه في رجليا بزوج نعم وانا يم احنا حيده الغده الدرقيه حيدتها واش كاين دي سونتر اللي زعما هكا سبيسيال هاد الدوالي هكا نعم ولا شي تريتمون ولا شي حاجه شي اشاره لهادشي واضح السؤال ديالك لملكه من وجده مرحبا دائما باسئلتكم على ارقامنا 0522 36 10 36 او 36 0536 وكذلك على الاس ام اس مرحبتين على 55 66 6 دراهم تتسابقوا معنا ما تمشيو فينا مرحبا بكم من جديد مستمعينا صحة نتاج وبرنامجكم مشهد الأسرة مازال كنتكلموا على موضوع الدوالي رفقة الدكتور أمنية بن كيران أخصائية في أمراض الشرايين والدوالي باش نعرفوا الدوالي ونعرفوا طرق العلاج أيضا ومرحبا بالأسئلة ديالكم على الأرقام 05 22 36 10 36 أو 05 22 36 05 36 كنظن نبداو الإجابة جميلة على السؤال ديال لالة ملكة بطبيعة الحال ملكة من وجدة اللي تكلمت على أنها عندها لي فاريس ديال الساقين أولا لي مولي اللي تكلمت ان الشكل ديالهم رقيق ماشي غليظ وتكلمت انهم غاديين وتينتشروا لها شرط لواحد المساله مهمه انها زولات الغده الدرقيه هنا نعرفوا معاك دكتور امنيه بن كيران واش كاين واحد ارتباط بين ملي كنحيدوا شي حاجه من الغدد او لاي مرض اخر وارتباطه بانتشار ديال الدوالي نعم
هي تقدر تكون علاقه غير مباشره. مثلا الناس اللي كيحيدوا الغده الدرقيه كنعرفوا ان الوزن ديالهم كيتزاد، وكنعرفوا ان زياده الوزن عندها علاقه مباشره بهاد زياده الدوالي وتفاقم الدوالي والاعراض اللي كتكون اكثر واللي كتجي في وقت مبكر. هي عندها علاقه غير مباشره. داكشي علاش كنصحها اولا تتبع عند الطبيب ديالها على قبل الغده الدرقيه، وتاخذ الادويه بانتظام ودير تحليلات بانتظام. من ناحيه ديال لي فاريس، يقدروا هاد لي فاريس اللي كتبان ليا هي غير مساله شميليه، يقدر يكون حتى مساله مرضيه، ويقدروا يكونوا لي فاريس هما داخليين وغير ما باينينش بالعين المجرده. انا كنظن ان ما فيها باس تعرض راسك عند طبيب مختص في الميدان، اللي هو اللي غادي يقول لك واش مساله غير تجميليه، وغادي يقول لك لا الا بغيتي تعالجها مرحبا، ما بغيتيش راه ما عندها حتى تاثير على الصحه، ولا راه مساله مرضيه، كاين واحد العرق مثلا اللي من الاحسن نعالجوه، الا ما عالجناش يقدر يعطينا اعراض ويعطينا مضاعفات، وداك الساعه غادي يكون لك الاختيار. كمان الأهمية ديال التشخيص الجيد، وهذا الشيء اللي غنبغيو نعرفوا معك دكتور أمنية بن كيران، كيفاش كيتم التشخيص ديال الدوالي بالنسبة للسيدات؟ حنا كنتكلموا الآن على الدوالي الساقين، يعني ما بغض النظر واش مسألة مرضية أو تجميلية، فأنتم كأخصائيين كيفاش كتديروا التشخيص ديالكم؟ أول حاجة كأي طبيب، ولا بدا من داك الانتروغاتوار اللي كنسولوه واش كياخذ مثلا أقراص منع الحمل، واش كناخذوا الوزن ديالو مثلا، كاين داك الأسئلة المعتادة اللي يلقيها اي طبيب، ولكن حنا كنمشيو في الاتجاه المسائل اللي كتعطينا لي فاريس. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه عندنا واحد الاله خاصه ان كنصنتو على هاد الشرايين، لان تصور معي سبحان الله العظيم ان كل شرايين عنده واحد الصوت ديالو خاص به، وحنا ملي تيكون خلل من ناحيه ديال الصوت كنعرفوا ان هناك مرض داخلي، وعندك ساعات يمكننا نتعمقوا في التشخيص. التشخيص ديال الدوالي تيكون على واحد الطريقه خاصه، ان كنديروا سمحوا لي كنديروا سكون ابيل لا كارتوغرافي، سادير على واحد الشيما الخريطه كنرسموا تماما شنو هما داك الدوالي او لي فاريس اللي مراد، وكنشوفوا شنو هو الديامتر ديالو العبار ديالو، باش على حسب الحاله اللي لقيناها كنديروا هذاك الرسم كيتسمى بحال ان بلون. بحال الا بغيتي تبني واحد الدار خصك بلان، حنا كنديروا البلان ديال لي فاريس، ومني كنساليو من هذاك البلان كيكون الاقتراح اللي هو متوائم مع داك البلان اللي درنا. تقدر يكون، باش نرجع لواحد القضيه مهمه، ان الادويه كتعالج تتعالج الاعراض، صديق الواحد اللي عنده الام، اللي عنده انتفاخ، ولكن ما كيعالج لي فاريس، يعني ما كيزولهمش ما كيزولهمش، بالعكس هما تيبقاو يتزادوا مع الوقت، والادويه كيخفوا الالام. دونك ما نكونش عندنا واحد الخلط شنو هو اللي كنهمدوا الالام وشنو هو اللي كنداويو. دونك نرجع من خلال هذاك التخطيط اللي كنديروا على الورق، اللي كيكون من طرف اطباء اخصائيين، لان ماشي بالدوالي نديروا التشخيص ديال الدوالي. كيكون عندنا اقتراحات كثيره ومهمه. الاقتراح الاول تقدر يكون تصلب هذوك لي سكليروز، ولي سكليروز براسهم كاين عده اشكال. كاين سكليروز لي بروفوند اللي كنديروا لهم اوموس، مثلا السكليروز اوموس هي طريقه حديثه. كاين لي سكليروز اللي كنديروا سوز ايكوغرافي، كاين السكليروز اللي دابا عندنا واحد لوميير سبيسيال ومهمه بزاف، اللي كملي كنديروها على الجلد كتبين لنا العروق اللي لداخل. وكني كنبداو نديروا داك الحقن كنشوفوا الدواء كيفاش ماشي في داك العروقه، دونك ما كيكونش خطا وما كيكونش مشاكل، يعني كتمشيو للموجه تتكون سيبلي كما ذكرتي، وكتعطي نتائج مهمه. لان الحاجه المهمه بزاف هاد لي فاريس هو التشخيص، لان ما كاينش طريقه احسن من طريقه. ملي كيكون مشكل ديال لي سكليروز خصنا نديرو سكليروز، ملي كيكون خصنا نديرو لازير خصنا نديرو لازير. وباش نذكر، اللازير في جوج الاشكال، في اللازير كاين لازير اوندوفينو اللي بدا كيعوض لينا بعد العمليات الجراحيه، ولكن هذا ما كنقترحوش على كل شيء. وكاين اللازير اللي كنديرو للتجميل،
دونك اللازر في جوج الاشكال. كاين اللي الحالات تتكون متقدمه وفي هذه الحالات تنكونوا مضطرين ان نقترحوا عليهم عمليه جراحيه اللي هي كتختلف على حسب الحاله. اليوم خصنا نساو داك الشائعات اللي كتهضروا بزاف على لي فاريس، انا درت عمليه، اولا بقيت طريح الفراش عده ايام ولا شهور، ان فقدت الحساسيه في الرجل ديالي، ان رجعوا لي. هاد الاشاعات هي صحيحه وماشي صحيحه، صحيحه مش درجه الصحه ديالها ودرجه الصحه طبيعه الحال، لان شحال هادي من المؤسف كان الواحد كيمشي عند الجراح ديريكتومون وما تيكونش فحص قبل من طرف اخصائي، ما كانش تشخيص، لان هادشي ديال لي فاريس هو عمل جوج الاطباء، لونجيولوج فليبولوج وديال الشيروجيان فاسكولير اللي كيكون عنده حتى هو اختصاص، ربما كتعطيهم الفاريس حتى هو اختصاص في لي فاريس، وحنا كنتعاونوا بجوج بينا وكنتعاونوا باش كيعطي نتيجه، لان في النهار ديال العمليه مثلا فعوض هذاك التخطيط اللي كيكون على الورق كيكون على الجلد ديال الواحد. علاش؟ اولا باش كنعاونوا الجراح وما كيضيعش الوقت وكنسهلوا له الماموريه وما كيخلي حتى شي حاجه من ديك الساعه ما تيكونش عنده الحق ان هذه ما شفتهاش وهذه ما حسبنيش وهذه ما عرفتهاش. ديك الساعه تيكون عنده التخطيط وتيقدر يكون محاسب على حساب هذاك التخطيط. والمساله الثانيه مساله التخدير، ولات عندنا تخدير محلي، ما بقينا كنديروا لا تخدير في الدار ولا تخدير عام، ولينا كنديروا تخدير محلي. والعمليه هي عباره عن ثقب، ما بقيناش حتى كنجرحوا، هي عباره عن اربعه ولا خمسه ديال الثقب، ثقب سهله وكان ما كتبقاش تبان بعد 15 او 20 يوم، وما بقيناش كنثروا هذوك لي فاريس بحال اللي كان شحال هادي. داكشي هذا هو الفرق اللي كان شحال هادي واليوم وفي اليوم في المراكز المختصه، حيت لان حتى المسائل القديمه راه مازال مستعمله الان في بعض لي كلينيك ومن طرف بعض الجراحين. اليوم الحاجه اللي هي جديده ان ما بقاش جرح، ما بقيناش هذوك لي فاريس كنطروهم، ولينا كنقلبوهم وكنصفوهم. دونك والواحد المساله المهمه بزاف، ولا كيوقف في ساعته من البلوك، كيوقف واقف على رجليه ويقدر يخرج في نفس اليوم من لاكلينيك، تيخرج تيمشي لدارو، او كنخليو غير الناس اللي ساكنين مثلا بعاد بحال الناس اللي في وجده او ساكنين بعاد ما يقدروش ديك الساعه ياخذوا الطريق، كنقدروا نحتفظوا بهم هذيك الليله ولا غدا كيمشيو بحالهم. ممتاز. تكلمتي على ربما التشخيص، شفنا الطرق ديال العلاج اللي هي كاينه واللي هي ولات متطوره، وكيف قلتي واحد المساله مهمه، الا بغينا نمشيو للوقائيات فالوقائيه الاولى اننا نمشيو لدوي الاختصاص، الناس اللي مختصين فعلا في الدوالي وفي الشرايين، باش كيعملوا داك التخطيط اللي قلتي اولا داك البلان اللي كيتحط في الاول، باش كنعرفوا هاد الدوالي الشكل ديالها كيف، واش متعرقه اولا متشجره، كيف هي شكلها، ونشوفوا طريقه العلاج الصحيحه. مشكوره بزاف دكتور امنيه بن كيران اخصائيه في امراض الشرايين والدوالي على الحضور ديالك هذا الصباح، خديني معك معلومات اللي هي كثيره ومازال غناخذوا معك الاكثر دائما في مواضيع اخرى. مرحبا. دائما كتخص الدوالي. مشكوره على الحضور ديالك. مرحبا بكم.